كلمة فريم هي كلمة ما بتسمعوها اليوم، وهي بتعني صورة واحدة من الصور اللي بتشكل الفيديو. الفيديو اللي عم بتشوفوه قدامكم هلأ هو مشغول على سرعة 24 فريم بالثانية، يعني كل ثانية عم بتشوف 24 صورة لإلي مصفوفين ورا بعض. فأنا حالياً مني إلا صور عم ينعرضوا قدامك بسرعة رهيبة. هالصور بنجمعوا مع صوت وبيطلعوا من موبايلك منسجمين مع بعض ليبينوا إنه أنا عم بتحرك وأحكي. وإذا صورة بتفرق عن الصوت بفريم واحدة بتحس في شيء غلط، الصوت كأنه مش راكب على الشفاف وبيصير بدك تطلع من الفيديو. بس الدرات بيزبطها احسن ما يخسر مشاهدين. الفريم بنشوفها بكل وسيله ترفيه بصريه، الفلومه، الفيديوهات والالعاب. وبالالعاب الفريم الوحده بتعمل منك بطل او بتعمل منك واحد عم يجرب وعم يفشل ما حدا رح يسمع فيه. هلا الالعاب متكلين على الفريمات اكثر، وكل ما يكون عندك فريمات اكثر كل ما تكون قادر تشوف الاحداث قدامك بسلاسه اكثر، وكل ما تقدر تلعب احسن. وعادة الالعاب بينلعبوا على 30 فريم بالثانيه او 60 فريم بالثانيه، او مثل ما بنعرفهم FPS frames per second، يعني 60 صوره بتقطع بوجهك كل ثانية انت عم تلعب. كل فريم بتضاين على الشاشة لوقت معين كتير قصير. اذا عم تلعب لعبة على 60 FPS كل فريم تبقى على الشاشة قدامك واحد من 60 من الثانية. وبثلاث ربع الالعاب ما بنحكي بفريمز لانهم هالقد مداهم قصير، الا بسوبر ماريو. سوبر ماريو صدقوا او لا بتنلعب على سرعة 60 فريم بالثانية، يعني احسن من العاب البلاي ستيشن 3. وبرضه التحدي على مين بيقدر يخلص سوبر ماريو عم بيفرق على كم فريم. وعالم عم تعيد محاولاتها 30 40 الف مرة ليجيبوا الرقم القياسي الجديد، وعم يفشلوا لانه ما كبسوا الكبسات الصح على الفريمات المعينة، يعني ما كبسوا عدة كبسات بالجزء من الثانية اللي كان لازم يكبسون فيها. اليوم راح نفوت أكثر بهالشقفة من عالم الألعاب ونشوف اللاعب اللي هدفهم الوحيد بالحياة هو إنه يخلصوا اللعبة بأسرع طريقة ممكن تخلص ليكسبوا احترام اللاعب اللي مثلهم. هاللاعب اسمهم سبيد رانرز، ونفهم مزبوط التدريب اللي بيتدربوه سبيد رانرز ليجيبوا هالأرقام القياسية. اليوم راح خبركم عن بعض الأساليب السوبر دقيقة اللي بيعملوها هاللاعب ليستغلوا برمجة اللعبة ليقدروا يخلصوا اللعبة بفريم أو فريمتين أسرع ويصيروا هن حاملين الرقم القياسي. هلا بجميع، معكم دراد، واليوم رح نحكي عن السبيد رانز. لتقدر تتنافس على الرقم القياسي بسوبر ماريو بدك تتابع شروط محددة. بس دراد شو هن هالشروط؟ اولا مجبور تلعب سوبر ماريو الاصلية على النينتندو الاصلية او على فاميكوم، ومجبور تستعمل الماسك الاصلية مش ماسك معدلة، واكيد مجبور تسجل لعبة. هيدا ليضمنوا انه كل اللاعب اللي عم يتنافسوا عم بيلعبوا باطار واضح ومحدد. وهيدا النوع من السبيد رانز هو اصعب نوع بس اكثر نوع غريب، لانه بس تحضرهم كم مرة عم يردوا بتبلش تشوفهم عم يعملوا امور غريبة. مثلا ليه نطر 8 ثواني ونص قبل ما يكبس ستارت ويبلش لعب سوبر ماريو على اول شاشة؟ ليه نط على العلم بهالشكل؟ وكيف وليه فات بالحيط وركض؟ وايه هول كلهم عن نينتندو الاصلية وبسوبر ماريو الاصلية؟ بس ما حدا منا حيشوفهم، لانه هالامور اللي عم يعملوها بتطلب منهم انهم يكبسوا كبسات مش بالثانية المحددة، بالفريمات المحددة ليقدروا يفتحوا ثغرات باللعبة يستغلوها. وزيادة انه بسوبر ماريو الفريم بتفرق معك، لانه معقول فريم واحدة يلي هي 1/60 من الثانية تخسرك 0.35 ثانية من الوقت وتكبك برات المنافسة. لنفهم ليش هالقد بتفرق معهم بقى نفهم شو يعني فريم رول. لعبة سوبر ماريو مبرمجة بطريقة انه بتعمل ريفرش لتشوف اذا خلصت المرحلة معك كل 21 فريم، يعني كل 0.35 ثانية. يعني اذا وصلت على اخر المرحلة وكان في بعد 10 فريمات قبل ما ترفرش وتشوف، بدك تنطر هالعشر فريمات وما بتكون فعلا ربحت وقت. فلفعلا تربح وقت بدك تعمل حركات توفر عليك على القليله 21 فريم، لانه اذا وفرت عليك 21 فريم رح توصل على الريفرش وساعتها رح تخلص المرحله 0.35 ثانيه قبل. ونظرا انه الرقم القياسي الحالي هو 4 دقائق و55 ثانيه و796 جزء من الثانيه وحامله سام ويست، والرقم القياسي اللي قبله كان 4 دقائق 55 ثانيه و913 جزء من الثانيه، بنشوف انه 0.35 ثانيه هن وقت كتير طويل بالنسبه لسوبر ماريو. واذا بنمشي مع حامل الرقم القياسي وبنشوف كيف لعب، بنشوف قصص بسيطة وقصص معقدة عم بيعملها ليوفر على حاله هالفريمات. هلا من القصص البسيطة هو انه بيفوت باول اسطر لانه بتكبه باخر المرحلة وبيوفر ثانيتين ونص وما بده فن، وصل على الاسطر وفوت فيه. بس يوصل على اخر مرحلة بنشوف حركة غريبة منه وبينط على كعب العلم والعلم ما بينزل. هيدي اسمها فلاك بول جليتش، وشكلها بسيطة، اير كود نط قبل العلم وعلي عليه بالكعب، بس هي معقدة اكثر من هيك بكتير. ولتقدر تعملها بدك تكبس كبساتك على فريمات معينة على القد، وهالفريمات هن بس توصل على اخر ثالث درجة بدك تشيل ايدك عن كبسة البي ليوقف ركض لفريم وحدة، ترجع بعد فريم بتكبسها تركض فريمتين وبتنط، وبس توصل بتنط وبتكبس على الشمال. وليه بتكبس على الشمال مع انه العلم على اليمين؟ لانه اللعبة مبرمجة انه بس تشوفك فتت بحيط بتكبك براته، بس ما بتكبك براته، بتكبك عكس الاتجاه اللي عم تتطلع فيه. فبس توصل على البلوك اللي عم بتفوت فيه من ورا هالنطة الدقيقة تتطلع على الشمال، اللعبة بتكبك على اليمين وبتخليك تعلق بالعمود من تحت، وساعتها العلم ما بينزل وما
بيضيع لك وقتك وبصير فيك تنط على اليمين صوب القصر. بس هيدي ما بتوفر لك الا 19 فريم من ال 21 اللي عايز توفرهم لتربح وقت. فلا توفر الفريمتين البقيه انت وعم بتنط عن العالم تطلع صوب الشمال، لانه سوبر ماريو بيقلع اسرع اذا عم بيمشي لورا، وبس تصير على الارض بتبرم وبتركض صوب القصر، وهالحركه بتوفر لك فريمتين وبتطلع اخر شيء ربحان 0.35 ثانية من هالمرحلة. هلا هيدي مش الجلتش الوحيدة الموجودة بالعالم، لأنه بتاني مرحلة بعالم رقم 8 في بولت بالجلتش، وهيدي غير لعدة أسباب، وبتوفر لك زاد كمية الوقت. ولتضمن إنه تزبط معك البولت بالجلتش بدك تضمن إنه البولت بال رح تطلع على اليمين بالوقت المناسب، بس توصل أنت على هالمنطقة لتقدر تنط. ولتزبط معك بدك تنطر 8 ثواني ونص قبل ما تبلش لعب بأول مرحلة، يعني هالنطرة شفناها أول الفيديو بتفيدك بآخر مرحلة من اللعبة، وما حدا يسألني مين اكتشفها. وفي كتير قصص غير اكتشفوها بهاللعبة ليقدروا يكسبوا وقت. مثلا بذات المنطقة اللي بتستعمله لتفوت بالعالم فيك تفوت بالحيط بتاني مرحلة، وهالفوت بالحيط مش لتربح لك وقت، هي ذات السرعة اذا بتطلع من فوق، بس تفوت بالحيط اللعبة بتكبك على اليمين، بس الكاميرا بتضل على النص، فسوبر ماريو بيضلوا على اليمين، واذا بكمل لقدام هو على اليمين وبيشبق هالحجرة يلي بتطلع على اللايقة لفوق بيقدر يوصل على القصر ويفوت فيه ويطلع مطرح ما كانت رح توصله على اللايقة اصلا بلا ما يعمل الانيميشن تبع اللايقة الطويلة، وهيك بيربح كم جزء من الثانية. ولا الأسطر ما لازم يوصلوا مطرح ما بتوصلوا على اللايقة، لازم يوصلوا مطرح ما بيوصلوا الأسطر، يعني بمنطقة تحت الأرض، بس قدروا حققوا هالشي مش لأنه شبق العلايقة. بعد شوي بخبركم ليش شبق العلايقة، بس لنفهم كيف الأسطر طلعوا لفوق ما نفهم كيف تشتغل اللعبة. كل ما أنت تقطع منطقة معينة كل ما البونس ستيج المفروض توصلها بتتغير، يعني من بعد ما تقطع بلوك معين البونس ستيج اللي محملته بدماغ اللعبة بيتبدل بالبونس ستيج تبع أقرب أسطر أو علايقة في حال طلعت فيها. بس بما أنه سوبر ماريو على اليمين لأنه دفشه بالحيط قبل بيوصل هو على الأسطر قبل ما توصل الكاميرا على الأسطر، فاللعبة بتفكره بعده ورا عند العلايقة، وساعتها بينزل بالأسطر بس بيطلع بالبونس ستيج تبع العلايقة. وليه ضرب العلايقة إذا ما خصها؟ ضربها لأنه سوبر ماريو ما بتسمح إلا بوجود 5 أعداء متحركين على الشاشة قدامك لما تخرب الدنيا وتعلق اللعبة. فبس تضرب العلايقة أنت عملت عنصر متحرك على الشاشة جديد، وبما أنه في 4 عناصر غيره، البيرانا المفروض تطلع من هالأسطر اللي أنت بتفوت فيه ما بتبين لأنه اللعبة ما بتخليها تظهر، وساعتها فيك تفوت على السريع بلا ما تنطر تنزل، وبتوفر على حالك كم جزء من الثانية تانيين. وحتى اوقات اللعيبه باخروا حالهم كم ثانيه ليربحوا وقت. بس قبل ما اخبركم ليه خلوني اشكر الباتريونز تبعي بكل الطبقات، الجولد دايموند البلاك والبلاتينوم. وكمان اليوم رح كون موجود على ستريم على رايزنج ستارز، رح كون عم علق على مباراه دوتا 2. وامتى رح كون لايف؟ هلا انا لايف هلا. فاذا بتكبسوا على الرابط بالديسكربشن او بالكومنت رح تروحوا وتشوفوني موجود عن التورنمنت تبعهم وعم نعمل جو حلو. على كل حال نرجع لموضوعنا، سوبر ماريو فيها موضوع بيعلي لك وقتك بدك تتفاديه، هو موضوع الفرقاع. فرقاع اذا بتخلص المرحله على الثانيه 6 او الثانيه 3 بيطلع لك 6 او 3 فرقاعات، وهالفرقاعات بياخذوا منك وقت زياده. فليتفادون هاللعيبه دائما بياخروا حالهم ثانيه كامله على نهايه المرحله وبيطلعوا على العمود على الثانيه 242 بدل 243 لما ياكلوا الفرقاعات على اسنانهم ويفوتوا بالحيط. واكيد في 600,000 جلتش وبق بيستعملوها، مثل البق اللي بيخليك تخترق البايب وتروح لتاني ميلة، وهيك بتوفر وقت. بس اذا ملاحظين وقت يوصل على البايب اللي بده ينزل فيه ما بينزل فيه وبيروح على اخر المرحلة وبيرجع، هيدا لانه لازم ماريو يقطع بيكسل معينة للعالم اللي بدماغ اللعبة يحمل مزبوط ليقدر يفوت على البايب المزبوط، لانه اذا فت تك قبل بيروح على البونس تبع الشقفة الماضية، فبيضطر يمشيها ويرجع يفوت. كمان عندك الوول جامب باخر مرحلة، بدك تنط على بايب، وكيف فيك تنط على بايب؟ بدك تنط على القد بماريو بنص العمود لتوقف بين 2 بيكسلز، وما تفكر بيوقف لفريم وحدة قبل ما اللعبة تكبه براتها، وبهالفريم الوحدة بدك تلحق تكبس نطة لتقدر تفوت بالأسطر وتتقدم بالمرحلة. وكمان إذا بعد منفوت بالتفاصيل منبلش نحكي بالسب بيكسل، كل بيكسل منا بيكسل على القد، وبيفرق محلة بالسب بيكسلز من 1 ل 255 سب بيكسل. وكمان على بوزيشن السب بيكسل بتفرق معك اللعبة، وإذا بأول واحدة من المراحل بتلاقي النقطة البيضة على الأرض يعني السب بيكسلز ظابطين معك، وبهالمرحلة ساعتها فيك تاخد راحتك وتاخد مجازفات أقل بالحركات اللي عم تعملها كرمال توصل بالوقت السريع. إذا لا بتصير تفرق معك كتير، لأنه بتضطر تشبق هالبلوك على أول فريم فيك تشبقها عليه، وممنوع تتأخر، معك فريم واحدة تكون قطيته شبقت البلوك، إذا جبته على تاني فريم راحت عليك، لأنه رقم السب بيكسل تبع النجمة هو ذاته رقم السب بيكسل تبع العلم، وإذا طلعت النجمة فريم قبل بيزبط البوزيشن تبع العلم لتقدر تعمل له الجلتش. وإيه سوبر ماريو منا هيني خصوصي بس تكون عم تلعب على الفريم الوحدة.
السبيد رانينج هو فن مخبى بعالم الالعاب ويمكن من اول التحديات اللي كانت تصير على الالعاب، يعني يمكن اول نوع اي سبورت قبل ما الالعاب يكونوا ملتي بلاير. الطريقه الوحيده لتفرجي قوتك بهالوقت كانت انه تجيب اعلى سكور او تخلصها باسرع وقت، بس فكره السكور الاعلى مع الايام صارت كمكافاه بسيطه قدام غيرها فماتت شوي، والسبيد رانينج بعدها عايشه وبعدها عم تتطور وبعدهم عم يخترعوا طرق جديده ليستغلوا الثغرات بالالعاب ليقدروا من خلالها الثغرات وهالسرعه بالتكبيس وكميه التدريب يلعبوا سحبه واحده شبه كامله وينعرفوا بعالم الالعاب انهم حاملين اللقب. هلا العاب الهاي سكور ما ماتوا كليا وإلهم بعد كم دورات فيهم، مثل دوري بطولة لعبة التترس، وحكي عن التترس أنا قبل كيف اتعملت، بس مش حكي عن كيف البطولات تبعها بتنعمل. ويمكن تفكروها بيخة، بس يمكن من أكثر الدورات اللي بيسلوا لتحضرهم، خصوصا من قديه بدها تدريب كمان لتلعب تترس بسرعة، خصوصا بس يقرب السكور لحتى يقفل. بس هيدا موضوع لبعدين، إذا بيهمكن خبروني بالكومنتس وبعمل فيديو عنه، وكمان خبروني إذا حبيتوا الفيديو اليوم، وإذا كان عندكم أي فكرة إنه في شيء هيك أصلا بعالم الألعاب، لأنه بيني وبينكم بدك تكون شوي مريض لتقدر تعمل اللي بيعملوه، لأنه عندهم سرعة فوق البشرية وعندهم جلد أكثر من حيالله إنسان شايفه بحياته، وبيضلوا يعيدوا ويعيدوا ويعيدوا ذات اللعبة ليجيبوها بأسرع وقت، وتعب حياتهم كله بيتلخص بفيديو 3 آي يلي هو فيديو الريكورد تبعهم. فإن شاء الله أنا كون وصلت شوي قيمتهم لهاللعيبة وعطيتكم صورة واضحة عن التدريب اللي بياخدوا هيك إنجاز، بركي العالم بتقدرهم شوي زيادة. على كل حال معكم درات، شاهدكم بس بالحلقة لايك سكرايب نجرس كمان حوالي صوت الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وديسكورد شوفوا حجي.